مرحبا فيكم حبايبي برج الاسد خلينا نشوف التوقعات كيف الفترة راح تكون عاملة بشكل عام خلينا نشوف طاقتك هاي الفترة اكثر شي على شو عم بتركز بافكارك بافعالك وقعت لحالها والله نفس الورقة اللي قبل شوي رح يكون أكثر شيء العاطفة شغالة عندك رح تكون فترة رومانسية بامتياز في رجوع لشخص أو خلينا نقول تطور في العلاقة العاطفية في أمور رح ترجع لمجاريها في أكثر من أمنية في الحب عم بتصير في انتصار في هذا في هاي العلاقة فهذا الكرت طلع لك عاطفي مع أنه يعني عادة بيطلع بشكل عام خلينا نشوف اذا التوقعات بشكل عام لهاي الفترة للاسد طبعا هاي قراءة عامة حبايبي ممكن تنطبق على جزء وجزء لا ف جدا اذا ما انطبقت عليك حلو جدا الورق وكتير عجبني بالنسبة للشهر الماضي ما كان هالقد برج الاسد لكن هاي الفترة انا شايفيتها رح تكون كتير حلوة شايفة عندك اول شي تصفية حسابات في اول الايام من هاي الفترة يعني يمكن تكون اول اسبوع من الفترة اللي قلنا عنها رح تكون تصفية حسابات في كان صراع بينك وبين اشخاص ولكن عم بشوفك تكون عم بتكون صارم جدا مع هذا الشخص عم تعطيه اللي هو الدواء يعني عم عم بتداويه بالطريقه التي هي احسن خلينا نقول عم تعطيه حجمه عم تعطيه اللي بيستاهله مش اكثر شايفه في تغير بشخصيتك يا برج الاسد عم بتحاولي تشتغل على نقاط الضعف اللي عندك اياها والطاقات السلبيه اللي جواتك وعم بتحاول تغيرها يعني كثير حلو انه اشوف هذا الاشي بالورق نادرا ما بشوفه انه عم بتحاول تغير بشخصيتك وعم تنجح خاصة انه ورقة برجك يعني كمان مبينة فكثير عم بشوف في في سعادة عجلة الحظ عم بتكون معك هذا الشهر فيعني استغلها ما بتعرف بالاشهر اللي بعدها شو رح يصير فاستغل هاي في الـ في الـ الـ خلينا نقول عجلة الحظ عم بشوف كمان في هذا الكرت اللي هو عم بتلف اللفة عم حدا ظلمك انت عم تاخد حقك زي ما قلنا هون في صراعات مع شخص ممكن يكون ظلمك نهاية العلاقة ثلاثية في علاقة ثلاثية هذا الكرت طلع مقلوب من بعد ما انجرحت من أشخاص أو من شخص ثالث من طرف ثالث كان داخل بالعلاقة العاطفية عم بشوفك يعني عم بشوف هاي العلاقه منتهيه او في انتصار عليها عم بشوف هون كارما عم تاخد حقك اكثر شيء ممكن يكون في العمل طبعا وعم تاخد حقك في اكثر من كرت يعني شوف كرتين فيهم جستس وكرتين فيهم كارما بالنسبه للطاقات قبل ما انسى اللي هي هوائيه اكثريتها في ناريه والله هوائية بامتياز وفي مائية اوكي في ميزان بعدين مع الميزان عم يطلع لي كل شوي <applause> في اسد حبايبي في علاقة شوف ثلاثية مليون في المية رح تنتهي الكرتين طلعوا مقلوبين كروت العلاقات الثلاثية إيه هذا الشخص الشخص الشريك او خلينا نقول الشريك عم بيكون عنده بعد نظر عم بيفكر بحياتكم ب بي خلينا نقول بي بالخطوات القادمه هو ما اذا كنتوا انتم منفصلين او كذا ما عم بفكر بصغائر الامور بالزعل بالبلوك بالهاي الاشياء الفاضيه هو عم بفكر لاكثر من هيك عم بفكر للارتباط عم بفكر حتى انه ممكن انه تسافروا مع بعض عم بختارك وبترك الطرف الثالث زي ما قلنا عم تنتهي عندك فترة الإحباط أو الانطواء أو الصراع النفسي عم بنشوف نجاح كتير من ناحية العمل نفس الشيء قلنا هذا الكارما أو الحظ رح يشتغل كمان في العمل من بعد صراعات مع أشخاص يمكن من أطراف هوائية أو مائية أو نارية على الأخص نارية ممكن تكون عم بيكون نجاح عليها أو انتصار على هدول الاشخاص شايفه في شخص ممكن يتقرب منك اذا كنت اعزب هذا الشخص صفاته يعني خلينا نقول متوسطه بالبدايه مش هداك الشخص اللي رح يعجبك لكن انا بحكي لك انه الشخص الجديد رح يدخل لحياتك هاي الفترة رح تكون رح يكون خير لإلك لانه هاي فتره كيف بدي لك انه فتره خير بشكل عام لك وحظك حلو في هاي الفتره فاستغل هاي الفتره شايفه بعض الاشخاص عم بيصير عندهم زواج او الاشخاص المتباعدين او اللي على علاقه او حتى المطلقين شايف لهم رجوع شايفه فرحه شايفه حب حقيقي عم بيتوج او بيترسم او بيتطور شايفة انه الشريك رح يحتاجك كثير بالفترة الجاي ما بعرف يمكن ماديا يمكن عاطفيا تسانده عنده مشاكل كثير عم بتكون كتير مساند لإله وهو مساند لإلك القراءات العاطفية حبايبي بتعرفوا انه ممكن تكون عكسية اذا اكثر اشي مسيطر على الاسد هاي الفترة الامور العاطفية وممكن يكون في عنده سفر مبين الاشخاص المصرين على السفر لهم فتره عم ببين عندي في الاسد بده يسافر ففي هاي الفتره في فرصه حلوه للسفر او تخطيط او مراحل حلوه عم بتصير من ناحيه السفر الناس اللي عندهم محاكم من برج الاسد عم بصير في عندهم جاستس عم ياخذوا حقهم والكارما عم ترجع لهم خاصه المحاكم اللي فيها مال أو حضانة أولاد خلينا نشوف أكثر عاطفيا لأنه دائما بتحكوا لي بدنا شوي عاطفيا أكثر أو قراءة عاطفية منفصلة رح أحاول إنه نعمل يعني عاطفية منفصلة شوف حبيبي برج الاسد عم بتكون كتير مبسوط نتيجة الامور اللي صارت في عندك ال... يعني في في امور رح تصير او اكشنز او احداث في العلاقة العاطفية رح تكون كتير مبسوط عم تتفرج <applause> عم تتفرج على اما طرف ثالث او الانتصار على الطرف الثالث لانه مبين عندي ذا لافرز في رجوع اكيد وفي حتى الناس اللي, اللي موجوده مع بعضها من الاصل في تطور في المشاعر خلينا نقول او في العلاقه ولكن في طرف ثالث عم بيكون مش متواجد ولكن عم بيراقب مش عاجبه هذا الطرف الثالث شايف الشريك طبعا بالعلاقات العاطفيه بضلني ارجع اقول انه ممكن تكون عكسيه الشخص انت او الشخص الاخر ممكن انه يعني شايفيتكم حتى الاثنين مندفعين ناحية بعض في نهاية لطرف ثالث بدف لطرف ثالث مع انه عم بيحاول بشتى الوسائل انه ينتصر ولكن شايفة نصر بهاي الفترة على هذا الطرف الثالث المال بين عنا حتى بالقراءة العاطفية فهذا بيكون في وفرة مالية حلوة كتير لبرج الاسد، النساء من برج الاسد عم بشوف عملية تجميل عم بتمر على خير وعم بتكون ناجحة كتير، في مال رح يجيك إما من ترقية في العمل أو من عمل إضافي أو حتى فرصة عمل جديدة. هاي المشكلة اللي أنا قلت عنها اللي رح تصير عند الطرف الثالث وراح تنتصر عليه ف الطرف الثالث ما رح ينتهي بسهولة رح ينتهي نتيجة مشكلة كبيرة نتيجة موضوع كبير رح ينفضح رح في أمور هو كان يعملها مبين هون أمور ممكن تكون أعمال وشغلات هو السبب كان في خذلانك بالفترة الماضية أو كان منتصر عليك والآن أنت عم تنتصر عليه شايفة أكثر شيء شايفيتك منور مستشفي من الطاقات السلبية فرحان مبسوط منتصر هاي الفترة فكتير ورق حلو لبرج الأسد إن شاء الله يا رب إنه ينطبق على أكبر عدد خلينا نشوف إذا في تحذيرات أو شي بهذا الورق أها عم بشوفك عم بشوفك برج الاسد معك مفتاح مفتاح بيت مفتاح قلب الحبيب في معك مفتاح معين اما مسكن جديد انت رح تمتلكه انا اكثر بشوفه عاطفيا قلب الحبيب انت معك المفتاح تبعه فمثل بيقول لك ما تخاف الهواجس او المخاوف اللي عندك اياها كلياتها يعني تقليد مش اصلي <applause> فما تخاف انت يعني القلب الحبيب معك وانت مالكه فما يعني ما تخاف من الامور اللي عم بتصير لانها امور مؤقته خلينا نقول والحبيب شفته بالورق عم بتغير عم بيحاول انه يوازن ف لا شايفه انه الامور العاطفيه على اتم وجه كمان بالعمل الورق كان حلو كان في انتصار ف نكون متفائلين هاي الفترة لأنه الأسد إله فترة هو سوداوي شوي أو متشائم خلينا نقول ومعاه حق يعني هو من بداية السنة كانت تصير معاه شغلات شوي متعبة طعنات من أشخاص آه بقول لك حب حالك يا حبيبي بقول لك أنت بتستحق الأفضل أنت بتستحق أفضل ما أنت عليه يعني فأعطي لحالك قيمة اهتم بحالك أكثر من جوا أنا عم بقول من برا طبعا الأسد معروف بالتألق والأناقة والكذا بس أنا عم بقول من جوا من جوا أكثر حب حالك مش الموضوع ما في أنانية أو كذا بيقول لك أنت بتستحق الأفضل اختار الأشخاص الأفضل استغني عن الأشخاص اللي مش اللي هم سامين في حياتك فحاول تكون عقلاني شوي بكفي يعني نفكر كتير بقلبنا وننسى موضوع العقل عفوا اه في شخص عم بيراقبك كتير بشكل مش طبيعي بحب بشغف عم بيمثل انه هو ما بده اياك او بده يبعد او كذا بس هو عم بيراقب من ورا لورا فيعني شيء كثير حلو بقول لك بقول إن هون انه كثير انت قوي وراح تكون قوي في الفتره الجايه راح تكون الامور زمامها في ايدك انت مش على العكس زي ما كانت ب بي بايد الاطراف الاخرى بهاي الفترة راح تكون بإيدك فكون مستعد لهذا